آه لسه كنا بنتكلم عن ملف حقوق الانسان والحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه للمواطن ومعالي السفيره مشيره خطاب اشارت طبعا لحياه كريمه المبادره الاهم والاشمل فعندنا طبعا كل شويه بيكون في جديد عن المبادره والشغل اللي بيتم فيها فعاليات مبادره انت الحياه لاول مره في محافظتين مع بعض وهم محافظه بني سويف في قريه طنصة ومحافظه اسكندريه في مركز برج العرب القديم ده هيكون خلال الفتره من من 10 ل 15 سبتمبر هتخدم عدد كبير طبعا من الاهالي في المحافظتين دول ده بيتم بالتعاون مع الجهات المعنيه هيبقى يكون في دعم وخدمات نتكلم على وزاره الصحه وزاره الشباب والرياضه، الثقافه، المجلس القومي للمرأه، الهيئه العامه لمحو الاميه وتعليم الكبار، صندوق مكافحه الادمان، يعني ملفات كتيره وخدمات كثيرة معني بها هذه الجهات واللي هتكون مشاركه وحاضره في مبادره انت الحياه ده غير طبعا منظمات المجتمع المدني بطبيعه الحال. يبقى في انشطه رياضيه في انشطه ثقافيه وفنيه آه يعني الاسره المصريه طبعا اللي بكامل قوامها السيدات والاطفال وكبار السن فهيكون في شغل مهم متعلق بالاسره وتوعيتها وتدريبها ومساعدتها كمان على مساله يعني اللي يكون في دخل او يكون في مساعده في مشروع او حرفه